لعل ما يتطلب التذكير هو أن هذه اللبنة التشريعية تضاف إلى مجمل الأحكام المساهمة في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، سيما من حيث وضع أسس كفيلة ببعث وتحفيز نماء اقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة بناء على ما جاء به برنامج السيد رئيس الجمهورية، مثل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار الجاد المنتج والخلاق للثروة، وتحسين التحكم في الواردات، وترقية القطاعات المساهمة في عمليات التصدير خارج قطاع المحروقات. كما يراعي قانون المالية الجديد مثل ما تسنى لي تأكيده غير ممرة، خاصة في الجزء الجبائي، إعادة التوازنات بالحسابات العمومية على المدى المتوسط، وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة عبر تنويع مصادر التمويل والدخل وإشراك مختلف الفاعلين في هذا المسعى النبيل، بما يكفل الحفاظ على دعم الدولة وتخصيصه الأمثل لفئات المعوزة.